سنتحدث اليوم عن أشهر لاعبي كرة القدم وهم يحبون معجباتهم. بعضهم لا يستطيع أن يخفي حبه للنساء، وبعضهم الآخر يقوم باحتضانهم وتقبيلهم. هيا نشاهد تلك اللحظات الجميلة. أولا، بعد المباراة التي أقيمت بين برشلونة وريال مدريد، التقطت إحدى المعجبات صورة مع نيمار، وبعد التقاط الصورة نرى النظرات المتبادلة بين نيمار والمعجبة. ثانيا، نشاهد الآن رونالدو أثناء فترة لعبه بنادي ريال مدريد، وهو يحضر حفل شركة أودي التي ستهدي سيارات للاعبين، فنرى اللاعب وهو ينظر لإحدى الفتيات بالحفل نظرات إعجاب شديدة، وشاهد جميع تلك اللقطات فيما بعد والتي ضايقت اللاعب. ثلاثة، بعد نهاية المباراة التي أقيمت بين أوكرانيا والبرتغال، قام اللاعب الأوكراني أليكساندر بتقبيل المذيعة أثناء البث المباشر، وعاش اللاعب الأوكراني لحظات صعبة بعد نهاية البث. أربعة، قابلت سيدتان أحد اللاعبين أثناء خروجي من التدريب، لم يرد اللاعب أن يخيب أمال السيدتان والتقط الصور معهن ثم قام بتقبيلهن بعد انتهاء التصوير. خمسة، يعرف نيمار بضعف شخصيته أمام السيدات الجميلات، فهو كما نشاهد التقط الصور مع أحد المعجبات ثم بعد ذلك قام باحتضانها. ستة، سحر هذا اللاعب بالمذيعة الجميلة عندما كانت تسجل معه حوار، ووجد اللاعب صعوبة في إخفاء مشاعره وإعجابه بتلك الفتاة. سبعة، يحب رونالدو إسعاد المعجبات كثيراً، وهذا دليل آخر على ذلك، فنرى أن اللاعب قام باحتضان الفتاة وتقبيلها وجعلها في أكثر لحظات حياتها فرحاً. ثمانية، نرى رونالدو وهو يحتضن إحدى المعجبات، وعكست الكاميرات مع ما شعرت به تلك الفتاة. تسعة، نرى هذا اللاعب أيضاً وهو يتحدث مع أحد الفتيات وقد أعجب بها كثيراً. عشرة، بدأ رونالدو بالتحدث مع الفتيات بعد انتهاء التدريب، ثم أتى بعد ذلك لاعب آخر واستمر في محادثة الفتاة معنا، وهذه اللقطة تظهر كم أعجب اللاعبان بتلك الفتاة، ثم بعد ذلك ذهب رونالدو لمحادثة فتاة أخرى تنتظره. الحادي عشر، كانت هناك محادثة بين رونالدو وإحدى المراسلات التلفزيونية أثناء تدريبه بفريق ريال مدريد، وبعد ذلك قاما باحتضان بعضهما البعض وهي تودعه. الثاني عشر، قابلت إحدى المعجبات رونالدو بعد خروجه من التدريب، قامت الفتاة بتوقيفه والتقاط الصور معه ثم قبلته ومشت. الثالث عشر، قام اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز بحديث تلفزيوني مع إحدى المراسلات بعد المباراة، لا نعرف ما تحدثوا به، ولكن من الواضح أنهما استمتعا بهذا الحديث كثيرا. الرابع عشر، صعد النجم البرازيلي نيمار بعد إحدى المباريات في البرازيل إلى المدرجات وقام باحتضان إحدى المشجعات التي كانت تنتظره. الخامس عشر، قام بيترو لاعب برشلونة بعد إحدى المباريات بخلع قميصه وإعطائه لإحدى المشجعات، ولم تستطيع الفتاة أن تخفي دهشتها وحيرتها مما فعله اللاعب. السادس عشر، قام اللاعب باحتضان إحدى الفتيات وتقبيلها على وجهها، ونرى دهشة وفرحة الفتاة بوضوح. بالطبع أي فتاة مكان تلك الفتاة ستشعر بما تشعر به، أليس كذلك؟ السابع عشر، نرى الآن اللاعب بيكيه وقد قامت شاكيرا بتقبيله أمام الجمهور، حيث كانا يشاهدان المباراة معنا، وعند تسجيل هدف احتضنا وقبلا بعضهما البعض احتفالا بالهدف. الثامن عشر، التقطت الكاميرات تلك اللحظات أثناء مباريات كأس العالم عام 2018، بعد أن فقد اللاعب الهدف ذهب للمدرجات وقام بتقبيل زوجته. التاسع عشر، علاقة اللاعب المصري المشهور محمد صلاح بابنته جيدة للغاية، فهو يقضي معه أوقات كثيرة، والتقطت الكاميرات تلك اللحظات بعد حصول ليفربول على البطولة. عشرون، يأتي الدور الآن على كاسياس، بعد مباراته مع المنتخب القومي الإسباني قام بتقبيل حبيبته التي تقدم معه حديثا صحفي،
لم تتوقع الفتاة أن يقبلها حبيبها واندهشت خجلاً بعد ذلك. 21. بعد نهاية مباراة ريال مدريد، قام اللاعب بالتقاط الصور مع المعجبين، ثم بعد ذلك احتضن حبيبته وقبلها. 22. يأتي الدور الآن على اللاعب العالمي ديفيد بيكهام وابنه، حيث تم تبديل اللاعب بيكهام أثناء المباراة ونزل مكانه ابنه. 23. الدور الآن على أحد اللاعبين وهو يحتفل بالفوز مع حبيبته. احتفل اللاعب هكذا مع حبيبته بالفوز. 24. نرى لاعب ريال مدريد وهو يحتفل بالفوز مع أبنائه. 25. احتفل مودريتش بالفوز مع عائلته، وقامت الكاميرات بعكس لحظات فرحة مودريتش. 26. نرى رونالدو وهو يقوم بتقبيل الفتاة الصغيرة التي تقف أمامه قبل بداية إحدى المباريات. 27. نرى أحد اللاعبين الألمان وهو يحتفل بالفوز مع حبيبته أيضا. 28. نحن معتادين على نزول المشجعين إلى الملعب بعد نهاية المباراة، أما هذه المرة نرى أحد المشجعين الصغار وقد نزل إلى الملعب واحتضن ميسي وطلب منه قميصه، ونرى ميسي وقد عبر أحد مشجعيه عن حبه بتلك الطريقة. 29. كثيرا ما يقابل رونالدو المفاجآت أثناء المباريات، فنرى اثنين من المشجعين وقد احتضنا رونالدو وتركا تلك اللحظات التي لن تنسى. 30. نرى اللاعب الألماني جوتزا وهو يحتفل بالفوز مع حبيبته، وعكست الكاميرات تلك اللحظات. 31. نرى أحد اللاعبين أيضا وهو يحتفل بالفوز مع حبيبته. 32. هيا نشاهد أجمل اللحظات التي عاشتها كرة القدم، فتلك هي اللحظات الخاصة باحتفال أحد اللاعبين بالفوز. لا تنسوا تعليقاتكم على تلك اللحظات.